السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين، اموركم طيبه، كل شيء بخير، رمضانكم كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والتيسير والرزياق وكل ما كتمنوا عند سيدي ربي. هذا اول فلوق ديالي عندي في القناه بمناسبه شهر رمضان المبارك، فسمحوا لي تعطلت عليكم، ما عندي ما نعمل، عندي بزاف ديال الخدمه، بزاف ديال الانشغالات، فالغايب حشتو مع عذروني، الله يجازيكم بخير. هذه ساعه ديال السحور غادي ندوز باش نوجد طويله ديال السحور ديالي المتواضعه. قبل من هذا الشيء غادي نغسل هاد القشاعات اللي بقاو لي من العشاء ديال البارح. غادي ناخذ واحد الكويز ديال الماء مع ثلاثه ديال التمرات، حيت بحال اللي كنصاردو رساله للكريشه ديالنا وكنقولوا لها وجد راسك، راه جات المرحله ديال الاكل وعمليه الهضم. دونك بالنسبه للطبله ديال السحور غادي ننزل الكيكه عطاتها لي ماما، عندي تما شويه ديال الزفوف حتى هو غادي ننزلو، كاين عندي دانون، فريميجات، الخبيزه والكويس ديال الحليب. العينين ديالنا كياكلوا قبل الكريشه ديالنا. بزاف المرات كننزلو بزاف ديال الحويجات في السحور، بزاف ديال الحويجات في الطبله ديال الفطور، فاذا به ما كناكلوش كلشي، وهذا الشيء هذا غادي تشوفوه عاوتاني في الفيديو. نزلت هاد الحويجات هادي، ولكن ركزي على خبيزه بالجبينه، كويس ديال الحليب، وخديت واحد 4 معالق صغار ديال الزفوف. اذا بلا ما نطول عليكم خليكم على فيديو، اللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يدخل يشترك، يضغط على زر الاشتراك الاحمر، يفعل جرس التنبيهات باش كومسا ملي كنزل اي جديد تكونوا نتوما اول واحدين كتوصلوا به. بعد ما ساليت السحور ولله الحمد غادي ندوس باش غادي نجمع هادشي هذا، وغادي نرد كل حاجه في بلاصتها. غادي نغسل القشيعات اللي تسحرت فيهم باش غادي ندوس مباشره نشارك معكم الوجبه ديال الافطار. دونك غادي نحضر طبق ديال اللحم بالروز بطريقتي الخاصه، كيجي الصراحه بنين، كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر في التعليقات اسفل هاد الفيديو. دونك هنا كيف ما كتشوفوا في الطنجره ديجا قليت اللحم في الزيت والثومه، وعملت شويه ديال المليحه مع الكمون، غادي نزيد عليها البصله، غادي نزيد الربيع وشويه ديال الفلفله حمراء، غادي نمرق وغادي نعمل كل شيء يطيب لمده 22 دقيقه. Thank you.
ملي غادي يطيب اللحم ديالي غادي نطفي عليها، غادي يمشي يلبس عليا باش غادي يمشي مباشره للعمل ديالي، فخليكم معايا. هنا كيف ما كتشوفوا كانت عندي اون اوفير كونسلطاسيون ديال واحد الولد اللي كيعاني من عوجاج على مستوى العمود الفقري والام اسفل الظهر. دونك هنايا غادي تلاحظوا بلي كندقق في الاشعه المقطعيه ديالو، حيت كل ما كان التشخيص دقيق كل ما كان بروتوكول العلاج صحيح. هاد الاشعه المقطعيه بيان سور راه عنده مرفوقه بالوصفه الطبيه اللي وصفها له الطبيب، حيت كيشوف بان الحاله ديالو كتستدعي التدخل ديال الترويض الطبي زائد التقرير الطبي ديال الاشعه المقطعيه. من بعد ما ساليت الخدمه دونك كيف ما كتشوفوا المطبخ ينادي، دونك غادي نكمل على وجبه الافطار ديالي. دونك اللحم راه ديجا كان طايب عندي، غادي نزوله وفي المريقه ديالها غادي نطيب الرز، غادي نعمل نص طاسه ديال الرز، غادي نغسلو مزيان ومن بعد غادي نسيبو في ديك المريقه وغادي نخليه يطيب لمده 12 دقيقه.
في المطبخ باش نشوف الحاجه اللي بقى لي والحاجه اللي تقضت لي، حيت انا اصلا كنعمل تقضيه ديال الاسبوع، ما كنعملش التقضيه ديال الشهر. دونك فجبرت بزاف ديال الحويجات ناقصيني اللي انا في الاساس كنحتاجهم وكنعملهم دابا وساعه. دونك ملي شفت الساعه جبرت بلي ان الوقت ضيق، كيف ما يبقى لي شي الوقت باش انني نخرج نتقضى ونرجع. دونك الحل الوحيد هي لابليكاسيون ديال جلوفو، عملت لا كوموند ديالي وصلتني السكره حتى الباب ديال الدار. هنا المؤذن كان كيأذن، دونك كيما العاده كنفرق الصيام ديالي بالكويز ديال الماء مع 3 ديال التمرات. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اللحم برا والجربو، الصراحه كيجي لذيذ بزاف واكيد غادي تشكروني عليه. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفيديو، نتلقاكم باذن الله تعالى في فيديو جديد، صيام مقبول فطور شهي. السلام عليكم. Thank you.